في قلب الصحراء الإمارات تنجح في تربية الأسماك. قد يكون هذا ضرباً من المستحيل. هذا ما تقوم به مزرعة الأسماك هذه، تحاكي الشروق والغروب، المد والجزر، تيار مائي قوي وآخر نهري بسيط، وتحاكي أيضاً المياه العميقة والمياه الضحلة. فيش فارم أو مزرعة الأسماك مشروع وطني إماراتي انطلق في 2013، وساهم بشكل كبير في تلبية احتياجات السوق المحلية من مجموعة متنوعة من الأسماك. إنتاج المزرعة يصل إلى 3000 طن سنوياً من الأسماك العضوية عالية الجودة. القائمون على المشروع يرون بأن مزرعة الأسماك هذه سدت جزءاً كبيراً من احتياجات السوق من الأسماك مؤخراً. سرعة التنقل وسرعة الفهم وسرعة التغيير وإعادة هيكلتك بسرعة، نطور المزرعة أن نغطي المستورد بالكامل. نطمح أنه نحط شركة إماراتية تكون نفس وضع إمارات إيرلاين. نحن نبغي نكون شيء، نبغي الفشفام تطلع من الإمارات تكون نفس شيء إمارات إيرلاين شو مسويها، تكون في العالم هي مسيطرة في قطاع الأحياء والاستزراع بإذن الله. صيد الأسماك إنها مهنة الأجداد في الإمارات، ورثها الأحفاد وحافظوا عليها باستخدام أحدث التكنولوجيا والأساليب المتقدمة. استطاعوا أن يساهموا في تحقيق الأمن الغذائي لدولة الإمارات. إنها مزرعة فيش فارم، مزرعة محلية برؤية عالمية. نريمان الحكيم، فوكس أكاديمي، جبل علي، دبي.